السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أعزتي المشاهدين والمشاهدات، نتمنى تكونوا بخير ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. اليوم بغيت نشارك معكم الغديوة خفيفة سريعة. كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، عندي غا القرعة هي قطعتها دوائر بهذا الشكل هذا، وكندير فيها في الزيت هكا كنقليها، لان هاد الوصفه ديال البلاد ديال جاكومو، خاصو ضروري هو ياكله. هو اصلا كيموت على شي حاجه سميتها القليان، ولكن هادي بالضبط كيموت عليها، كتجي رائعه، سميتها لاسكابيتشي بالنسبه للاخوات اللي هنا في الجنوب، راه كيديروها بزاف في نابولي. كتشدي غا القرعه كتقطعيها دوائر وكتبداي تقلي فيها هكا، بغيتي تقلي معاها الثومه بغيتي ديريها ليها من بعد اللي بغيتو الثومه، فيكون الاختيار ديالكم. هو كيعجبو انها تنسم بالمذاق ديال الثومه هكا، وكندير ليه معاها اربعه الفصوص ولا خمسه ولا ثلاثه ولا اللي كان، كنديرهم في ديك الزرعه الاولى كنهزها وكنخليهم فيها باش عاوتاني الزرعه الثانيه كتنسم بنفس سميتها الثوم. هي من الاحسن تبقى بقشور ديالها باش ما كتحرقش. صافي، وهنايا كتوجد، كنحيدها وكنديرها في واحد سميتو واحد الشبيكه هكا باش تبقى تصفى، باش ما تبقاش فيها هذاك الزيت اللي لاصق فيها، تنزل منها شويه لانه تقاد ليا داك الكاغط اللي كتشرب فيه ما بقاش عندي. صافي، وغادي نستمر بنفس العمليه غنكملها كلها. وهنا عندي غير الحبق، اللي ما عندهاش الحبق دير النعناع، كيديروا يا اما الحبق اولا النعناع في هذه الوصفه هذه بهذا الشكل هذا. تاخذ وريقات ديال الحبق هكا وغادي نغسلهم ها هما كيف ما تشوفوا معايا، وجبتهم وغادي نشد هذه الثومه. الا ما درتوش الثومه هذه الطريقه هذه ديروها خضراء، شدوها ونقيوها واحد ثلاثه الفصيصات ولا جوج ولا اللي بغيتو نتوما على حسابكم. انا هذه الوصفه ما كناكلهاش، ما نكذبش عليكم، الزيت ما كنقدرش عليه، والثومه ما كتهضمش ليا الا كانت ما طايباش مزيان، خاصها تكون طايبه مزيان عاد باش تهضم ليا. المهم ما كنديروا ليه هو هذه الوصفه، وانا غادي ندير داكشي اللي غناكل انا وهو، درت ليه هادشي اللي كياكل هو. قال لي شوي ليا واحد المزيود ديال الفلفله، الزيت سخون سخون. صافي، درت ليه داك المزيود حتى هو ديال الحار. وانايا هنايا كنقطع في هذا الحبق مع هذيك الثومه، غادي نرققهم مزيان كيف ما تشوفوا معايا هكا، باش غادي نسم بهم هذيك القرعه اللي قلينا في الزيت. صافي، هانتوما كتشوفوا معايا هكا، من بعد ما رققتهم مزيان درتهم في الطبيصيل هنايا. صافي، وغادي والقرعه ها هي كيف ما تشوفوا ستفتها في الطبيصيل هكا، وغادي نضيف ليهم واحد شويه ديال الخل ديال التفاح. الخل ديال التفاح زوين بزاف هو باش كينسمو، الا عندكم اي خل اخر ممكن ديروه. ودرت معاهم واحد شويه ديال الملح كيف ما تشوفوا هكا، واخا حتى في المقله رشيت شويه ديال الملح في المقله مع فاش كنت كنقلي رشيت شويه ديال الملح. صافي، وكنبدا نرش على هاد القرعه كلها، كيجي واحد المذاق عندها رائع زوين بزاف. صافي، دابا تهنيت من القرعه ديال الجاكومو، دابا غادي نمر للغديوه ديالنا ان شاء الله. يلا خليكم معنا، فرجتكم ممتعه. درت هذه المقله ديال اللي جاتني هديه من عند هذيك الاخت صالحه، نخلي لكم الرقم ديالها اللي بغات تشريها، رائعه ما سخيتش نخزنها، وليت كنستعملها كل نهار، اي حاجه كنديرها فيها. اليوم دايرين هذا السمك ديال الثومو، غادي نشوي فيها وغادي نوريه لكم باش تشوفوها معايا. ها انتم ما زيتها ما حتى شي حاجه، خليتها هكا كما هي، وغادي نحط خداها في الترويطات هما نشويهم هنايا بهذا الشكل هذا، باش ندير كلشي مرة وحدة بلا ما نضيع الوقت نتسنى. صافي، وغنسد عليها باش ما تطير ليا لا زيت لا والو، هادو زوين في هاد المقلة، مغاديش نسد عليها، مغاديش نغلقها، راه كتغلق بحال الكوكوت، مغاديش نغلقها، غنخليها يعني منفسه هكا باش ما يطيرش ليا الزيت وداكشي. وصافي، ودايرة هنا واحد الشليضة، هاد الكروبات باركة بزاف في جاكمو، غنخليها نديرو في الثلاجة. وهاد الشليضه ها هي شليت ديا درت فيهم الحوت. هنا عندي غير واحد الشليضه ها هي غسلتها هنا، هي اوراق ديال السبانخ سبيناتشينو بالنسبه للاخوات اللي هنايا، وغادي نوضعهم هنايا، غسلتهم ونشفتهم هانتوما، نوضعهم هكا. وغندير عليهم هاد الفجل قطعته حتى هو، وغادي نقطع عليهم الجزر تيجي حتى هو زوين هكا. بغيتو تقطعوه هكا، بغيتو تقطعوه حتى بهذا اللي عندكم بالجهه هكا يجي غليظ، اللي بغيتو نتوما اللي يعجبكم، يا اما بهكا رقيق اللي عندكم هاد الموس، ما عندكمش غيكون عندكم هذا اكيد، غديروا ليه هكا. وصافي، غنستمر هكا حتى نكمل هاد الجزره هادي.
بهذا الشكل هذا كلها في داك العرق الدخلاني ديالها وهكا. المغرب تيلوح هو داك العرق الدخلاني، ما عرفتش علاش كلشي تيتكال. انا ما عرفت ديال المغرب يمكن قاصح هنايا بعدا راه رطب، انا تناكلو كله قال ما بغيتش نكملو هنايا غادي ناكلو هذا دابا. تيحيد الجير تيحيد كلشي. اش قالت واحد المره قالت لي تيحيد الصباغه ماشي الجير. تناكلو اوكي هكا. وغادي ندير حتى الخيار حتى هو ونقطع بنفس العمليه. شوف حتى هو تيطيح سباغيتي هكا طويل شرائح. هنا غنشوفو هادشي كي داير. ها نتوما راه داير تقريبا شي 8 ديال الدقائق هكاك. غادي نحاول دابا نقلبو، هذا هو الزوين في هاد المقلة. دابا غنسدها مزيان واحد جوج ثلاثة. هايكو ها نتوما شفتو ملي قلبتها بعد هادي عليها تحطات فوقها واحد شوية. اوكي صافي ها نتوما شفتو صافي. غنخليه دابا حتى يتحمر من الجهة الأخرى حتى هي، وعاد باش غادي نطفي عليه إن شاء الله. صافي يلاه أنا غنكمل الشلايضة هنا ديالي. هانتوما درت هداك كملت هداك الخيار، وجدت هنا واحد البرتقالة هكا غادي نحيد ليها هدا القشور ديالها. وهنا قطعت واحد الطوماط سوريز هاهي جابها جاك من برا. دوك لي وقعو لخرين ديال العام الفايت بقاو لاصقين تما. صافي وغادي نحيد ليها القشور ونتلاقى معكم. صافي هنا كملت هاد البرتقاله. صافي ندير لها بحال هكا فرايبان حتى هي، وغادي نوضعها وسط هذاك هاد الصالاد ديالي. الحامضه كيفما قلت لكم غادي نعصرها هنايا شويه من هنا. عصرت الحامض غندير معاه واحد شويه ديال الملح شويه، وندير معاه شويه ديال زيت الزيتون. انا ملي تنخلط الصالاد ديالي هذه هي الخلطه اللي كندير، غير هذه فيها الملح والحامض وكنطربهم مزيان. كنطربهم هكا كيطربوا هذا هو تنخويهم، ولكن الى اغلبيه ديال الاحيان ما تندير فيهم حتى شي حاجه. اليوم غادي نزيد عليهم واحد شويه ديال الحبوب اللي طاح ها هما. اوكي غادي نمشي معايا ملعقه صغيره بهذا الشكل هذا. الا ما كنتوش بغيتو ديروا هذه الخلطه ديروهم مباشره، لوحوا غير حبوب اللي طاح غير هنايا وصافي. وها هي الصالاد ديالكم موجوده، وغنخوي دابا عليها بهذا الشكل هذا. صافي ما غاديش نرونها دابا، غندير فيها غير جوج معالق كبار ونخلي باش اللي بغى غادي يخلطوها ونهزوه. اوكي السمك ها هو وجد غطفى عليه جاكمو دابا. هانتوما شوفوا معايا شفتوا هو طايب. غنقلبو تاني من الجهه الاخرى باش نشوفوه. اوكي فوالا هانتوما شفتوا ها هو السمك يعني طايب من جوج جهات بجوج بيهم. اوكي بغيت نوري لكم بلي راه المقله ما تتلصق ما والو. كنت بغيت ندير خضيره ونصوطيها مباشره فيها هنايا خضره هكاك، ولكن كاين هذا الشيء بزاف وداك الشيء ما بغيتش تبقى لي خاسره. دونك هذا الشيء اللي درت اليوم شاركناه معكم وصافي. صافي غادي نهز هذا السمك ها هو هذا السومو. اوكي نقلبو هنا نهز هذا الاخر حتى هو. اوكي نوضعو هنا وهاد الكروميت ما درت لي حتى شي حاجه راه ما نسمت هاد الشيء حتى شي حاجه غير بالحامض. غادي نديرو دابا هنايا ها هو حطيت ليه الحامض حداه وصافي. اللي بغاه غادي يعصر عليه الحامض. وهاد الصلاد هذه دابا عاد غادي نخلطها هكا. هانتوما شوفوا راه كتجي غنيه بزاف بالبوليني اولا حبوب اللقاح. ها هي بالنسبه للاخوات اللي هنا راه كاينين كيتباعوا اللي غادي يبداو يسولوني باش نوفر عليكم الاسئله. كيتباعوا عند مولي العسل الا مشيتو حتى السوبر ماركاتو راه كاينين البنات اللي هنايا راه موجودات. اوكي ماشي ما كاينينش البلايص فين كيتباعوا العسل الا مشيتو السوق راه تيكونوا في السوق تعرفوا هذوك الناس اللي كيبيعوهم يكونوا يعني مول فين كيبيعوا العسل وهذاك الشيء ماشي غير شي حد جايبهم غير هكاك. صافي انا كنشري بصراحه من محل بيو راه فايته شاريه انت من عند سميتو مول الطاحونه. كنا مشينا للطاحونه شرينا الدقيق والبلبوله والشعير وداكشي وشريتهم من عنده. عنده تا هو زوينين. صافي
Mangiamo, mangiamo! Buon appetito a tutti! Buon appetito! Dernier jour, fine jour! Vamos!